الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى اله وسلم تسليما كثيرا. صلاه تخرجنا بها من ظلمات الوهم وتكرمنا بها بنور الفهم. وتوضح لنا ما اشكل حتى يفهم فانك تعلم ولا نعلم وانت علام الغيوب. اللهم يا معلم ادم وابراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اما بعد. بعون الله عز وجل وتوفيقه تكلمنا عن الحديث الموضوع. واريد ان اكمل الحديث في مباحثه وفي ما يتعلق به من ضوابط ومن احكام. سبق ان ختمنا الكلام بضوابط عامة لمعرفة الحديث الموضوع وذكرنا كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في المنار المنيف في الصحيح والضعيف كما ألف غيره رحمه الله تعالى قديما وحديثا في معرفة الضوابط الجامعة النافعة وقالوا إنها أمارات صادقة ساطعة من أفضل ما يبصر المسلم وطالب العلم بمعرفة الحديث الموضوع وينشئ لديه اليقظة والحس السليم فيما يرد أو يتوقف فيه على الأقل من الأحاديث التي نطق بها الخراسون بين الناس كما ذكرت إشارة الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى إلى الأسباب الباعثة على الوضع إلى الأسباب الباعثة في على الوضع وذلك فيما نقله الإمام النووي في مقدمة شرح صحيح مسلم فذكر أنواعا وإنما أشير إلى هذه المصنفات وإلى المطولات لمن أراد أن يبحث وأراد أن يعمق البحث بتوفيق الله سبحانه وتعالى اليوم أتكلم بعون الله عز وجل عن الكتب المؤلفه والمصنفه على الموضوعات وساحاول بعون الله تعالى ان اختم هذا المبحث بذكر هذه الكتب وبتعريفها وبفائده الكتابه في الاحاديث الموضوعه فقد الف العلماء الجهابذه والمحدثون النقاد كتبا خاصة في تراجم الضعفاء والمجروحين، وقد سبق أن اشرت الى هذا سابقا كالضعفاء للامام البخاري، والضعفاء للنساء والضعفاء للعقيل والضعفاء والمتروكين لابن حبان، وكالضعفاء للازدي، والضعفاء لابن الجوزي، وكميزان الاعتدال في نقد الرجال للامام الذهبي، وكلسان الميزان لابن حجر، الى اخره وكالكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث لبرهان الدين الحلبي. والمؤلفات في هذا كثيره ولله الحمد، فقد ترجموا فيها للوضاعين والكذابين، وذكروا احوالهم وكشفوا اللثام عنهم ونبهوا في هذه الكتب وهذه المصنفات على تلك الاحاديث الموضوعه التي نقلت عنهم. كما صنفوا كتبا في الأحاديث المشتهرة التي كشفت زيف كثير من الأحاديث من الأحاديث التي اشتهرت على ألسنة الناس وهي موضوعة مكذوبة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما ألفوا كتبا جمعوا فيها الأحاديث الموضوعة وخصصوا بها تلك الكتب نعم من أجل أن يعرفها الناس وأن يحذروها فأذكر من تلك الكتب الاهم والاشهر مع بيان ذلك وبيان ميزتها حسب الترتيب الزماني الذي الفت فيه من ذلك اولا تذكره الموضوعات للحافظ محمد بن طاهر المقدسي هذا الكتاب رتب فيه المصنف رحمه الله احاديثه بحسب اوائلها على حروف المعجم هو كتاب مختصر بالنسبة إلى ما أُلف وما صنف في هذا الموضوع بعده، هذه عادة معروفة في العلم يبدأ التأليف والتصنيف رويدا رويدا. عندنا الموضوعات من الأحاديث المرفوعات لأبي عبد الله الحسين بن إبراهيم الجوزقاني رحمه الله تعالى. وقد ضبطه ابن نقطة بفتح الجيم والراء الجورقاني. قالوا وجورقان من قرى همذان وضبطه ابن الأثير بضم الجيم وسكون الواو والراء الجرقاني وضبطه بعضهم بالزاي المفتوحة ولم يضبط الجيم وضبطت بضبط أو ضبطت بالضم بضبط القلم الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح قال إنما هو بضم الجيم وسكون الواو بعدها زاي ثم قاف هكذا يقولون وفي تذكرة الحفاظ للذهاب رحمه الله بالزاي ولهذا ينطق عندهم جوزقاني على كل حال يسمى هذا الكتاب أيضا بالأباطيل أكثر فيه مصنفه رحمه الله تعالى من الحكم بالوضع بمجرد مخالفة السنة وقال الحافظ الذهبي وهو محتو على أحاديث موضوعة وواهية ثم قال وطالعته واستفدت منه على أوهام فيه نعم ثالثا الموضوعات للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي رحمه الله ويعد هذا الكتاب من أوسع الكتب التي ألفت في هذا الموضوع ومن ايسرها منالا لسهولة تبويبه وطريقة الاستخراج منه وقد حظي بالكثير من اهتمام العلماء دراسة ونقدا وتعليقا وتلخيصا وقد انتقده الحافظ بن حجر لكنه من باب الانصاف قرر وقال ان غالب ما فيه موضوع والضرر فيه انه يظن بحديث صحيح أنه غير صحيح وقد استخرج رحمه الله تعالى أربعة وعشرين حديثا من كتاب الموضوعات حكم عليها ابن الجوزي رحمه الله بالوضع وهي ليست كذلك والأحاديث هي في مسند الإمام أحمد قد جمعها الحافظ في كتاب سماه بالقول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد دافع فيه عنها وكشف خطأ الإمام ابن الجوزي رحمه الله فيما ذهب إليه ومن مآخذ الحافظ ابن حجر رحمه الله أيضا على هذا الكتاب حديث وارد في صحيح مسلم حكم عليه الإمام ابن الجوزي رحمه الله بالوضع وهو ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن طارت بك مدة أوشك أن ترى قوما يغضون في سخط الله ويروحون في لعنته في أيديهم مثل أذناب البقر إذا إن طالت بك مدة أو شكت أو شكت أن ترى قوما يغضون في سخط الله ويروحون في لعنته في أيديهم مثل أذناب البقر هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه من طريق سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه فالنبي عليه الصلاة والسلام يخبر سيدنا أبا هريرة رضي الله عنه بأنه يوشك ويقترب إن طالت به مدة عيشه أن يرى قوما وهم أعوان الظلمة في أيديهم مثل أذناب البقر في الضخامة وفي طولها وغلظها وهي صوت طويل وله ريشة يضربون بها الناس ظلما بغير حق أو يضربون به من اتهم في شيء ليصدق في إقراره وقيل انهم الجلادون الذين يفعلون ذلك ظلما فاذا امروا بالضرب تعدوا المشروع في الصفه والمقدار فهؤلاء يغدون في غضب الله تعالى ويروحون في سخط الله يعني هم ابدا في غضب الله وسخطه لا يرضى عنهم فهم يصبحون ويمسون يؤذون الناس ويروعونهم وهذا ضرب في باطل ومتابعه للهوى. نعم، وهذا لا يتناول هذا الذم يعني لا يتناول هذا الذم الضربة في الحدود ولا في التعزير الشرعي. وهذا الحديث هو علامة من علامات النبوة. فإيراد هذا الحديث في الموضوعات هذه غفلة شديدة كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وقد وقفت على رسالة لدكتور لا أعرفه دكتور سعد المرصفي لعله هكذا ينطق بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت كتب رسالة أو جزءا سماه بدفاع عن حديث إن طالت بك مدة أو ترى قوما في أيديهم فناقش الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى وبين يعني من خلال بحثه انه تابع الحافظ ابن حبان تابع الحافظ ابن ابن حبان رضي الله عنهم جميعا وقال كذلك الامام ابن الجوزي مع علو مكانته ورفيع منزلته وجلاله قدره قال قلد الحافظ ابن حبان متعجلا في الحكم بايراد حديث نبوءه النبي صلى الله عليه وسلم برؤيه اقوام يعذبون عباد الله ظلما وعدوانا الى اخره. قال فقد اورده في الموضوعات مع انه روى الحديث بسنده وفيه افلح بن سعيد وقال قال ابن حبان هذا خبر بهذا اللفظ باطل وافلح كان يروي عن الثقات الموضوعات ولا يمكن ان نحتج به في معنى كلامه. والحافظ بن حبان كما قال الباحث قال تناقد حيث تفرد بذكره في المجروحين مع أنه ذكره في الطبقة الرابعة في الثقات والصواب توثيقه وطرح ما قاله في المجروحين فأفلح ثقة مشهور لهذا الحكم على الحديث بالوضع لا يتأتى إلا بعد جمع الطرق وبعد إنعام النظر وبدل أقصى غاية الجهد إلى غير ذلك مما يعرفه الراسخون في علم الحديث. وقد كشف الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى النقاب عن سبب تورط بن الجوزي في الحكم بالوضع على كثير من الأحاديث التي ليست بموضوعة. فقال في اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة وسيأتي ذكر هذا الكتاب بعد إراده حديث ثلاث يزدن في قوة البصر. النظر الى الخضره والى الماء الجاري والى الوجه الحسن فبعد إيراده لطرقه الكثيره وشواهده قال واعلم انه جرت عاده الحفاظ كالحاكم وابن حبان والعقيل وغيرهم انهم يحكمون على حديث بالبطلان من حيثيه سند مخصوص هذه ملاحظه مهمه لان الذي رواه اختلق ذلك السند لذلك المتن ويكون ذلك المتن معروفا من وجه آخر ويذكرون ذلك في ترجمة ذلك الراوي يجرحونه به فيغتر الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى بذلك هكذا قال أهل العلم ويحكم على المتن بالوضع مطلقا ويورده في كتاب الموضوعات وهذا ليس بلائق وقد عاب عليه الناس ذلك آخرهم الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى هذا كلام الإمام السيوطي وكلام علمائنا يعني عاب العلماء على صنيع ابن الجوزي رحمه الله تعالى وهذا الوضع من ذلك أي الوضع في الحديث السابق الذي ذكرنا ثلاث يزيدنا إذ هو باطل من الطريق التي أوردها ابن الجوزي وله أصل من طرق كثيرة وشواهد يرتفع بها عن درجة الوضع وقال الحاكم في ترجمة شيخ أبي بكر محمد بن أحمد بن هارون الشافعي: دخلت يوما على أبي محمد عبد الله بن أبي أحمد المزكي فعرض عليّ حديثا بإسناد مظلم الإسناد المظلم ترددت هذه العبارة على لسان بعض الأئمة والنقاد نعم كأمثال يحيى بن معين وابن عدي والذهبي رحمه الله جميعا والمقصود من هذا الوصف ومن كلامهم الاسناد الذي فيه مجاهيل لا يعرفون فيعبرون بهذا بهذا التعبير. قال عرض علي حديثا باسناد مظلم عن الحجاج بن يوسف قال سمعت سمره يرفعه من اراد الله به خيرا فقهه في الدين فقلت هذا باطل. وإنما تقرب به إليك أبو بكر الشافعي لأنك من ولد الحجاج ومعلوم أن هذا المتن صحيح من طرق أخرى وإنما حكم عليه بالبطلان من حيثية هذا السند المخصوص الذي وضعه, وضعه أبو بكر الشافعي وكثيرا ما نجدهم يقولون هذا الحديث بهذا الإسناد انتبهوا بهذا الإسناد باطل أي وهو بغيره ليس بباطل الحديث بهذا الاسناد باطل، منطوق. مفهومه بغيره ليس بباطل، فمثل هذا لا يذكر في كتب الموضوعات، وانما يذكر في كتب الجرح والتعديل، في ترجمه الراوي الذي يراد جرحه، وهذه الفائده عظيمه الاهميه جدا، فقد تضمنت منهجا علميا في بابها، وكشفت عن الفارق الهام بين ما يذكر في كتب الموضوعات، وما يذكر في كتب الجرح والتعديل من الأحاديث المطعون فيها فعليكم بها انتبهوا إلى هذه الفائدة العظيمة من الكتب التي ألفت وصنفت في الموضوعات المغني عن الحفظ والكتاب بقولهم لم يصح شيء في هذا الباب للحافظ ضياء الدين أبي حفص عمر بن بدري الموصلي قال الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى وعليه فيه مؤاخذات كثيره وان كان له في كل من ابوابه سلف من الائمه خصوصا المتقدمين قال الامام السيوطي الف عمر بن بدرين الموصلي رحمه الله تعالى قال هو ليس من الحفاظ كتابا تتمة كلامه، كتابا في قولهم لم يصح شيء في هذا الباب، وعليه في كثير مما ذكره انتقاد، انتقده علماؤنا جزاهم الله خيرا، وهذا يعني مذكور في تدريب الراوي، وفي ظفر الامان كذلك. وله ايضا العقيده الصحيحه في الموضوعات الصريحه. وله معرفه الموقوف، على الموقوف اورد فيه ما اورده اصحاب الموضوعات في موضوعاتهم وهو صحيح عن غيره صلى الله عليه وسلم من الصحابه او التابعين او من بعدهم هناك كتاب مهم المنار المنيف في الصحيح والضعيف للامام ابن القيم الجوزي رحمه الله تعالى شمس الدين ابي عبد الله محمد بن ابي بكر المعروف بن قيم الجوزيه وهو كتاب لطيف الحجم غزير العلم من خير ما الف في الموضوعات ومن اجمعها علما واصغرها حجما نعم واغزرها ضوابط لمعرفه الحديث دون ان ينظر في سنده حتى انه تلخيص لكتاب الموضوعات وهذا الكلام فيه نظر لانه من تامل ونظر يعني نظرا متانيا في الكتابين ومنهجيهما وفي الأحاديث الواردة فيهما يجد يعني اختلافا في الباب وهذا الكتاب خدمه شيخ شيوخنا العلامة الكبير سيدي عفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى هناك كذلك سفر السعادة للعلامة المحدث اللغوي مجد الدين الفيروزابادي بادي الذي ألف قاموس المحيط هناك المقاصد الحسنة في بيان كثير من الاحاديث المشتهرة على الالسنة للحافظ ابي الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي ذكر فيه المصنف جملة كبيرة من الاحاديث الموضوعة وهو كتاب محرر مفيد كما قال العلماء عني فيه مؤلفه بفن الصناعة الحديثية فهو للحافظ الكبير الخبير بالصناعة الحديثيه وبعلوم الحديث فاتى فيه بفوائد جليله تخلو منها الكتب الاخرى في الموضوعات وكل ذلك مع الدقه والاتقان فشفا وكفا في بيان حال الاحاديث ومن مصطلحات رحمه الله في هذا الكتاب قوله في الحديث لا اصل له اي ليس له سند او ليس في كتاب من كتب الحديث وقوله لا اعرفه فيما عرض له التوقف خشيه ان يكون له اصل. يعني يتوقف يعني لم لم يقف على ذلك الحديث. وهاتان عبارتان من المحدث الحافظ من علامات الوضع. والى بعض هذه المعاني يقول الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى في ألفياته: وفي كتاب ولدي الجوزي ما ليس من الموضوع حتى وهما. من الصحيح والضعيف والحسن ضمنته كتابي القول الحسن ومن غالب ما تراه فاعلمي فيه حديث من صحيح مسلم فذكر الناظم رحمه الله الحافظ السيوطي في هذه الأبيات نقده على كتاب الموضوعات للحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي الحنبلي رحمه الله وملخصه وقد سبق أن بينت ذلك أن أبا الفرج لم يتحرى في كتابه الصواب بل ذكر فيه من الأحاديث الصحاح والحسان عددا كثيرا على أنها موضوعة حتى وهمه العلماء نسبه إلى الوهم أو الوهم وقد ألف الحافظ ابن حجر كتابا سماه كما ذكرت بالقول المسدد في الذب عن مسندي أحمد عن الإمام أحمد أو يمكن أن يرفع القول المسدد في الذب عن المسند أحمد عن الإمام أحمد أفضل من باب الأدب أورد فيه أربعة وعشرين حديثا من أحاديث المسند ذكرها الإمام ابن الجوزي في الموضوعات وانتقدها حديثا فحديثا وألف السيوطي رحمه الله ذيلا لهذا الكتاب وزاد على ما ذكره ابن حجر أربعة عشرة حديثا أربعة عشر حديثا من أحاديث المسند ذكر أو ذكرها الإمام ابن الجوزي في الموضوعات وألف كذلك الناظم كتابا آخر سماه القول الحسن يجوز بالرفع القول الحسن في الذب عن السنن ذكر فيه بضعة وعشرين حديثا ومئة حديث أوردها ابن الجوزي في الموضوعات وبعضها في سنن أبي داود وبعضها في سنن الترمذي وبعضها في سنن النساء النسائي وبعضها في سنن ابن ماجه وبعضها في مسند الدارمي وبعضها في المستدرك للحاكم وبعضها في كتاب الأنواع والتقاسيم والأعجاب كما سبق أن أبا الفرج بن الجوزي رحمه الله ذكر في كتابه الموضوعات حديثا رواه الإمام مسلم كما سبق أن ذكرته نعم فقال حافظ لم اقف في كتاب الموضوعات لابن الجوزي على شيء حكم عليه بالوضع وهو في احد الصحيحين غير حديث مسلم ان طالت بك مده والذي ذكرناه قبل قليل. ثم هناك كتاب اخر مفيد جدا يعني في الباب اللآلئ المصنوعه في الاحاديث الموضوعه للحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن ابي بكر السيوطي رحمه الله. قال اهل العلم وهو من احسن الكتب التي ألفت حول الموضوعات لابن الجوزي وتعقبه المصنف في أحاديث كثيرة وعليه في بعض تلك التعقبات مؤخذات وله كتاب آخر سمي بذيل اللآلئ المصنوعة وهو كتاب مهم ومفيد ولماذا قلت إنه مفيد؟ لأن العلامة المحدثة شيخ شيوخنا سيدي عبد العزيز بن صديق رحمه الله تعالى في ترجمته لنفسه وهو يتكلم عن بدايته في طلب الحديث وعن تدرجه فيه قال وذكر انه بعد ان قرأ الاصطلاح بعد ان قرأ مصطلح الحديث اتجه التطبيق وهذه مسأله مهمه عند المدرسه الصديقيه لانه المقصود من علم الحديث فاشتغل بكتاب اللآلئ المصنوعة للحافظ السيوطي رحمه الله قال وخرج منه بفوائد كثيرة وكتب جزءا مستقلا في الاستدراك عليه سمي بالجواهر الغوالي بالجواهر الغوالي في تعليقات اللآلئ للمحدث سيدي عبد العزيز بن صديق رحمه الله وذكر أنه تعلم من اللآلئ نقد الرجال وسبر الطرق وتمييز الصحيح من الضعيف من الموضوع ثم أقبل على الاشتغال بكتب التخريج فقرأ أعمال شقيقه السيد الحافظ سيد أحمد بن صديق على مسند الشهاب ولما انتهى العلامة سيدي عبد العزيز بن صديق من الجواهر الغوالي قام بترتيب أو بترتيب لأحاديث اللآلئ وسماه بالجواهر المرصوعة في ترتيب أحاديث اللآلئ المصنوعة. كذلك من المؤلفات في هذا الباب تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة. للعلامة المحدث الشيخ أبي الحسن علي بن محمد بن عراق الكناني. وهو من أحسن الكتب كذلك في هذا الباب من حيث التنظيم والتبويب والترتيب. قدم له المصنف مقدمة ضافية تشتمل على فوائد نفيسة ذكر فيها عددا كبيرا من أسماء والضاعين هناك كذلك تذكرة الموضوعات للمحدث محمد بن طاهر الفتني وقد أورد فيه المصنف بعض ما وقع في مختصر الشيخ محمد بن يعقوب الفيروز بادي من كتاب المغني من حمل الأسفار في الأسفار للشيخ المعروف سيدي عبد الرحيم بن الحسين العراقي رحمه الله في تخريج الأحياء وفي المقاصد الحسنة للحافظ السخاوي وفي كتاب اللآلي للسيوطي وفي كتاب الذيل له كذلك وفي كتاب الوجيز له أيضا وفي موضوعات الصغاني وفي موضوعات المصابيح التي جمع سراج الدين القزويني وسوى ذلك فجمع أقوال العلماء في كل حديث كي يتضح للقارئ والباحث الحق الحقيق بالقبول مع فوائد أخرى ويتضمن مع هذا الكتاب كتاب آخر له قانون الموضوعات والضعفاء جمع فيه من وجد من الكذابين والوضاعين والضعفاء هناك كذلك الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة للعلامة المحدث الفقيه علي القاري الهروي المكي والذي عرف واشتهر بملا علي القاري كتاب جليل لعالم كبير من المتأخرين استفاد من العلماء الذين تقدموه والفوا في هذا الباب، واختصر فيه تلك الكتب التي جمعت الاحاديث المشهوره على الالسنه، واراد قصر كتابه على الموضوع مما اشتهر على الالسنه، واقتصر ايضا على ما قيل فيه انه لا اصل له، او قيل فيه انه موضوع. ولم يذكر الأحاديث التي اختلفوا في وضعها خوفا من أن تكون صحيحة يعني على ما قرره علماؤنا وذكر الأحاديث على ترتيب حروف الهجاء ولكن لم يستطع المصنف التزام الأمرين الآخرين كونه اقتصر على ذكر ما اتفق على أنه موضوع فإن الباحث يرى نقده في أكثر من موضعين بل انه هو الذي يذهب الى تصحيح ما قال العلماء بوضعه وممكن ان ترجعوا الى مقدمه التحقيق لهذا الكتاب ولهذا قالوا ترتيب هذا الكتاب لم يستقم له على الوجه الدقيق. هناك كذلك المصنوع في معرفه الحديث الموضوع للعلامه علي القارئ ايضا وهو من انفس الكتب في هذا الباب اختصر فيه المؤلف والمصنف رحمه الله تعالى على ذكر الحديث الموضوع دون غيره من الحديث الضعيف او الصحيح. كما فعل غيره من المصنفين، ليكون اصغر حجما وايسر استفاده وعلما، وهو جدير بان يكون في اهتمام كل مطالع وباحث وطالب يريد ان يميز بين الصحيح والضعيف وبين الصحيح والموضوع، وليكون على حذر من الاحاديث الموضوعه الواهيه. وهذا الكتاب لا يخفى عليكم انه حققه العلامه الكبير شيخ شيوخنا سيدي عفتاح ابو غده رحمه الله، والناظر في اعماله العلميه للشيخ يجد ان الجزء الاكبر من اهتماماته رحمه الله كان متوجها للعنايه بعلوم الحديث الشريف، وهذا التوجه كان في خدمه المذهب الحنفي، ولا باس في ذلك، وهو من اثار حب الشيخ لمذهبه الفقهي، ومن تلمذه الشيخ كذلك على شيخه الكوثري. وهي طريقه علماء ديوباند وكذلك سهار بالهند فانهم يشتغلون بالحديث خدمه للفقه الحنفي الذي يتمذهبون به وملحظ اخر وهو ان الشيخ اعتنى بنشر وتحقيق الكتب الحديثيه مع التعليق عليها بتعليقات متفاوته وبعض هذه التعليقات هي مباحث يمكن ان تفرد في جزء مستقل. وكان من منهجه وطريقته استكمال بعض اعمال السابقين، لانه يرى ان استكمال الاعمال افضل من استئنافها من جديد. وهناك ملاحظه مهمه لشيخنا المحدث سعيد ممدوح حفظه الله تعالى في كتابه الاتجاهات. قال ويكاد ان يكون منهج الشيخ في التعليق او الانتقاد. هو الاحتجاج والاستشهاد بأقوال الحفاظ والمحدثين فيأتي بالنقول وذكر الأجزاء الحديثية المصنفة في الحديث وغير ذلك من الفوائد دون النظر في الأسانيد استقلالا مع أن المصادر الأصلية المسندة وكتب الرجال والتخريج بين يديه نعم وهو منهج ارتضاه رحمه الله تعالى لنفسه وقديما قال المحدثون كسر قلم النسخ وامسك بقلم التخريج ولعله اكتفى باعمال من تقدم عنه رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه. وقد كان توجهه رحمه الله في النقد علميا كان عف اللسان يتخير الفاظا غير مؤلمه فرحمه الله تعالى وقدس الله سره. كذلك من هذه المصنفات كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس للعلامة الشيخ إسماعيل العجلوني رحمه الله تعالى قال أهل العلم هو كتاب نفيس على غرار كتاب المقاصد الحسنة الحافظ السخاوي الذي ذكرناه قبل قليل وقد زاد فيه على كتاب الإمام الحافظ السخاوي زيادة كبيرة من الأحاديث الموضوعة وغيرها كما زاد فوائد في الصناعة الحديثية على غاية الأهمية، وبهذا أصبح هذا الكتاب مرجعا قيما في هذا الفن. كذلك من هذه المؤلفات الفوائد الموضوعة في الأحاديث الموضوعة للعلامة مرعي بن يوسف الكرمي. هناك الكشف الإلهي عن شديد الضعف والموضوع الواهي للعلامة محمد بن محمد بن محمد الحسيني الطرابلسي السندروسي رحمه الله تعالى. والوقت يضيق بتعليق على كل كتاب من هذه الكتب فعلى كل حاجة مع فيه الأحاديث الشديدة الضعف والواهية الموضوعة ورتب أحاديثه على حروف المعجم وجعل في كل حرف ثلاثة فصول لكل نوع من هذه الأنواع ثلاثة فصل رحمه الله تعالى كما أفاد ذلك الإمام الكتاني رحمه الله كذلك هناك الدرر المصنوعات في الأحاديث الموضوعات للعلامة محمد بن أحمد السفراييني هناك كذلك الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للإمام أبي عبد الله محمد بن علي الشوكاني اليماني رحمه الله تعالى وقد انتقد عليه الإمام عبد الحي اللكنوي وقال إن فيه أحاديث صحاحا وحسانا قد أدرجها لسوء فهمه وتقليده بالمشددين المتساهلين في الموضوعات فقال فعلى العارف الماهر التوقف يعني أمر أن يتوقف الإنسان في قبول كلامه وأن ينقح يعني ما جاء في هذا الباب وقد قصد المصنف يعني كما جاء في مقدمته إلى جمع الأحاديث التي نص بعض أهل العلم أنها موضوعة وبوب ذلك على سبيل الاختصار مع تنبيهات منها ما هو مأخوذ عن بعض الكتب التي أخذ منها وقبول لقول مؤلفها أو ما نقلوا عنه ومنها ما هو مبني على بعض القواعد الأصولية وزاد في باب فضائل البلدان أحاديث يوردها بعض مؤرخي اليمن فبين أنه لا أصل لها وكثيرا ما يريد الحديث وأن ابن الجوزي رحمه الله ذكره في الموضوعات ثم يذكر أن صاحب اللآلي المصنوعة يعني ويقصد السيوطي رحمه الله الذي سابقا ذكرنا كتابه تعقبه في ذلك أو ذكر له طريقا أخرى ولا يبين حال تلك الطرق ولا يسوق أسانيدها وعذر في ذلك أنه قصد الاختصار ثم ربما لعدم توفر كتب الكافية لاستفاء البحث والتحقيق ويظهر ذلك من صانعه في مواضع من الكتاب كما أفاد ذلك من حققه هناك اللؤلؤ المرسوع فيما قيل لا اصل له او باصله الموضوع بالعلامة ابي الحسن محمد بن خليل القاو قجي الحسن العالمي الطرابلس لي هناك كذلك الاثار المرفوعه في الاحاديث الموضوعه للامام المحدث الفقيه الشيخ سيدي محمد عبد الحي الكناوي رحمه الله الهندي المعروف قد اقتصر فيه المصنف رحمه الله تعالى على الاحاديث المشتهره في الصلوات وغيرها في ايام السنه في ايام السنه ولياليها الى غير ذلك. وبين اختلافها ووضعها لئلا يغتر بها الجاهلون وليتقضى بها العالمون. وكان هدفه وغايته ابطال البدع السائده في عصره بين العلماء والعامه في صلاه يوم عاشوراء. وغيره من الأيام التي لم يثبت فيها آثار صحيحة حسب إجتهاده رحمه الله تعالى والإمام محدث وفقيه جليل معروف هناك كذلك تحذير المسلمين من الأحاديث الموضوعة على سيد المرسلين للعلامة أبي عبد الله محمد البشير المالكي الأزهري رحمه الله كما لا ننسى ما ألفه وصنفه العلامة الكبير الحافظ سيدي أحمد بن صديق رحمه الله تعالى فمن تأمل في قائمة مصنفاته والتي تعنى بالرواية يلاحظ أنه جمع في تصانيفه فنونا حديثيا لم تجمع لغيره منذ قرون وكان بها فرض وقته فقد صنف في التخريج والاستخراج والمسلسلات والمسنادي والأمال والمشيخات وكذلك الف في الاجزاء الحديثيه وفي فهارس الترتيب على الحروف الابجديه فهو انفراد تام. فقد ذكر رحمه الله تعالى في كتابه المداوي طائفه من الاحاديث الموضوعه في الجامع الصغير، وقد كان للحافظ ابن الصديق رحمه الله عنايه بالاحاديث الموضوعه في الجامع الصغير، فله جزء مشهور يسمى بالمغير على الاحاديث الموضوعه في الجامع الصغير كتبه في معتقله في سجنه وارتبه على حروف المعجم وقال في نهاية مقدمته ولم أستقص فيه كل الاستقصاء بل اقتصرت على ما هو ظاهر الوضع واضح البطلان بحيث قد يكون الموضوع في الكتاب قدر ما ذكرته ولكن لما كان فيه بعض احتمالين جعلته من قسم الواهي وهذا سنذكر هذا القيدة إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل قال فتركته استنادا إلى تفريقة بين الواهي والموضوع وإن كان ذلك عندنا غير صواب ولا مقبول ثم قال رحمه الله وقد كتبنا هذا على استعجال وفي حالة غربة واعتقال وبعد عن الوطن والأهل وليس معنا كتب نستعين بها ولا مواد نعتمد عليها. في مقدمات المغير على الاحاديث الموضوعه في الجامع الصغير. نعم. وقد ذكر السيد الحافظ احمد بن صديق رحمه الله في المداوي طائفه كبيره من الاحاديث التي حكم عليها بالوضع. وقد ذكر العلامه سيدي سعيد ممدوح حفظه الله تعالى ملاحظه عند المقارنه بما في كتاب المغير على الأحاديث الموضوعة في الجامع الصغير لاحظ أمرين أن كتاب المغير مختصر وقال إن عبارة سيد أحمد بن صديق في المداوي فيها بسط وبيان ثم لاحظ أنه ذكر أنه لم يستوعب موضوعات الجامع الصغير في المغير لذلك وجد بعض الأحاديث التي حكم عليها السيد أحمد بن صديق رحمه الله بالوضع في المداوي ولم أجدها في المغير وكتاب المداوي لعلل الجامع وشرحي المناوي كتاب تناول ثلاثه كتب بالمناقشه من حيث الصناعه الحديثيه فانتم تعلمون ان الجامع الصغير من حديث البشير النذير الحافظ عبد الرحمن بن ابي بكر السيوطي الشافعي رحمه الله كتاب في الاحاديث النبويه الشريفه الوجيزه اللفظ قد بالغ السيوطي رحمه الله في تحرير التخريج وزعم وقال جزاه الله خيرا ورحمه الله تعالى انه صانه عما تفرد به وضاع او كذاب ورتبه على حروف المعجم وسبب تسميته بالجامع الصغير انه مقتضب من جمع الجوامع الذي قصد السيوطي رحمه الله فيه جمع الاحاديث النبويه اراد ان يجمع جميع الاحاديث وهو يشير للمكان المخرج بالحروف وكذلك درجة الحديث بالحرف وزاد عدد أحاديث عن عشرة آلاف حديث كتاب وقع موقع القبول ولهذا كثر شارحه ومن الذين تعرضوا لشرح الجامع الصغير العلامة عبد الرؤوف المناوي رحمه الله تعالى المصري الشافعي وله على الجامع شرحان مطبوعان أحدهما كبير يسمى بفيض القدير في شرح الجامع الصغير وقد طبع في سته مجلدات والثاني صغير ويسمى بالتيسير بشرح الجامع الصغير وهو مطبوع في مجلدين والاول طويل والثاني مفيد بدون اسهاب او استطراد مع العنايه ببيان درجه الحديث فاذا هذا الذي يمكن ان نذكره في هذه العجاله بتوفيق الله سبحانه وتعالى. كما ان العلماء صنفوا مصنفات ومؤلفات في الموضوعات في باب واحد ألف البعض مؤلفات في موضوعات باب واحد من ذلك على سبيل المثال احاديث المعراج الموضوعه للفيشي رحمه الله قلائد المرجان في الحديث الوالد كذبا في الباذنجان لابراهيم بن محمد الناجي أداء ما وجب في بيان وضع الوضاعين في رجب للإمام ابن دحية رحمه الله. تبيين العجب فيما ورد في فضل رجب للحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله. كما لهم اصطلاحات يستعملونها في نقد هؤلاء الرجال. لهم اصطلاحات تستعمل في عبارات المحدثين النقاد في الأحاديث الموضوعة، ولهم عبارات تستعمل في تراجم الكذابين الوضاعين. في الرمي بالكذب والوصم بالوضع وهذه المباحث نذكرها ان شاء الله تعالى ان بارك الله عز وجل في العمور في شرح الفيه الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى اظن ان نقف عند هذا الحد ونسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا والله يقول الحق ويهدي السبيل والحمد لله رب العالمين Thank you.